في مستوى العباقرة. لا والله بجد في مستوى العباقرة. مش كان ان الاجابات متشابهه قوي، يعني ارخم حاجه ان الاجابات متشابهه، كل اجابه متشابهه للثانيه، ورقه المفاهيم ما فيهاش اي استفاده، ومش حلوه الاسئله من جايه لفه، مش حلوه خالص، مش زي اللي ذكرناه. والله الاسئله مش كانت زي اي كتب خارجيه او كتب المدرسه، الاسئله جايه بامثله واللي هي لفه قوي والاجابات مشابهه جدا. يعني المثال ممكن يبقى اجابتين شبه بعض في المثال، بس المقالي كان حلو، بس كان عايز لكل سؤال اجابتين، يعني مش عايز اجابه واحده بس، وعايز لكل سؤال واحد مثالين، مش عايز يعني انت لو عايز تجيبي واحد تاخدي نص الدرجه مش هتجيبي الثاني، فما عايز لكل سؤال اجابتين مش عايز اجابه واحده بس. كان الصفحه الثانيه كلها والله الصفحه الثانيه كلها وقفت قدامنا، يعني كم سؤال كذا بعض اللي هم بيقولوا لك قولي صاحب المذهب ايه، هو كانت الاسئله مشابهه قوي فيهم. لا 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 ما كانش فيه، هو في امتحان الانجليزي بس. هو كان اول سؤالين ما كناش من المنهج اصلا ولا الاختيارات، وكمان الامتحان كله كان فيه اسئله لعبه قوي، فلا ما كانش حلو خالص. هو المقاري هو اللي كان تمام، لكن الاختياري كان وحش جدا صراحه. يعني كم سؤال تقريبا هو حوالي كده بالظبط، يعني 5-6 من 21 سؤال، كلهم يعتبر الاجابات مش من المنهج اصلا، فلا كان وحش قوي الصراحه. هو الفكره ان انا ما كنتش عارفه افكر عشان احتاج وقت اكتر، يعني الموضوع كان تقيل، بس مع اننا كنا لمين وكنا حلين اسئله كتير، بس برضو ما جاش حاجه منها في الاخر. هو الامتحان ما كانش قلت في حاجه خالص، الاسئله ما كانتش مباشره، اول سؤالين اصلا لعبونا فيهم جامد، وكان في برضو ضغط علينا نفسي ان كانت في حاجات في التابلت غلط، الاسئله الكلام مش مكتوب صح في السؤال، اللي هو انت متشتته، يعني مثلا كلمه محمول كلمه موضوع، طب انت هتجيبي الفرق ازاي؟ خد وقت عبال ما جابوا مدرس فلسفه سالوه في الموضوع ده، الى حد ما كانش كويس قوي، اسئله ما كانتش مباشره. VK